اليوم مشاهدينا رح نحكي عن iOS 9 جديد. خلينا نبلش مع بعض. مثل ما قلنا مشاهدينا اليوم رح نحكي عن iOS 9 جديد. مثل ما بتعرفوا امبارح نزل تحديث جديد نزل باوروبا وامريكا. طبعا هذا التحديث ما شفنا كثير فرق بالشكل عن 8 وال7 عن iOS 8 وiOS 7، بس في تغيرات شوي فينا نميزها عن الباقي. بنبلش اول شيء بتطبيق مثل النوت. تطبيق النوت من قبل صار فينا نرسم، فينا نعمل سكتش، نرسم باصبعنا. طبعا مثل ما شفنا الايباد برو صار في الواحد يشتري معه قلم. طبعا فيكم ترجعوا تحضروا الفيديو عن ايباد برو. كمان صار فينا ناخذ صوره ونحطها كمان مع الملاحظه اللي كتبناها، فينا ناخذها من الجاليري من معرض الصور تبعنا، او فينا ناخذ صوره جديده ونحطها. هذا الشيء كثير بيساعد، بصير كثير ممكن الواحد يعمل ملاحظه كثير فيها معلومات وبتفيدنا. تاني شيء بنشوفه انه صارت الخرائط فيها ترانزيت او عن خطوط السير القطارات او الباصات. طبعا هالشيء مو جديد، شفناه بكثير تطبيقات غيرها، بس اول مرة بنشوفه بالابل مابس. اذا بتحبوا طبعا بس تستخدموا المابس تبعت الابل، صار موجود عليه نفس الشيء ترانزيت. ثالث شيء ممكن نشوفه هو الاي كلاود. اي كلاود اللي من قبل ما كنا نشوف اختصار للتطبيق، هلا صار فيك اذا تفوت على السيتنج او على الاعدادات صار فيك يبين اختصار للاي كلاود. بس هون ما فيك تعمل ابلود، ما فيك تنزل عليه، بس هو هذا التطبيق مشان تحذف او تعمل اديت للشغلات اللي عندك اياهم من قبل. بس طبعا هذا الشيء كتير منيح وصار الواحد عنده خيارات اكثر. وهلا بنشوف طبعا سيري صارت صار اذكى التطبيق، وعم يحاولوا طبعا يشتغلوا على مبدا الجوجل ناو مشان سيري تنبأ انت شو ممكن تحتاج. طبعا حسب انت شو اهتماماتك، على شو شغلك بتدور عليه على طول. اذا حاجز مثلا تيكت طياره صار بيقول لك قبل من هالمبدا النوع، وحتى صار فيك طبعا هلا تحدد له مثلا منبه او ريمايندر مثل ما عم نشوف هون بالصوره. كمان بتقول له مثلا بدي اروح يوم الفلاني على محل كذا، برجع بذكرك من هالنوع. وفي كمان بس مشان شغله بس تقول له هي سيري، كمان صار بتسمعه اكثر من مره بصوتك مشان ما يخربط اذا حدا قاعد جنبك وقال هي سيري ما يشتغل تليفونك انت. وهذا الشيء طبعا شغله كثير حلوه. بعدها بنروح على الايباد. الايباد حنشوف كثير شغلات جذرية تغيرت، واهمها هي السبليت فيو. بهال صار فينا نشتغل على تطبيقين مع بعض، بس مو على كل التطبيقات حاليا، بس على التطبيقات تبعوت الابل مثل المسجات، خرائط، السفاري وغيرها. بس للاسف هذا الشيء ما منطبق غير على الايباد اير 2 وعلى الايباد برو. اما الايباد اير 1 الجيل الاول او الاجيال السابقه ما بيشتغل عليه على موضوع سبليت فيو. طبعا قالوا الابل انه بده كثير قوه معالج، بس طبعا كنت كون هالحكي بس مشان التسويق الواحد يضطر يشتري الجديد. هلا ايش سبليت فيو؟ طبعا شغله مو جديده، شفناها بالاندرويد من قبل، بس كثير عالم كان عم تطلبها، والاخير هلا شفناها على الاي او اس 9. كمان نفس الشيء صار في عنا بيكتشر ان بيكتشر. شو يعني بيكتشر ان بيكتشر؟ طبعا اذا كنت عم تحضر فيديو صار فيك تصغره وتشتغل على تطبيق ثاني مثل ما عم تشوف هون. عم تشوف هذا ايميل وفي يحضر فيديو، فيك طبعا تحركه وتغير محله من دون اي مشكله، او فيك تشتغل على تطبيق مثلا تفوت على الفيسبوك وانت عم تحضر غنيه فرضا يعني او فيلم من تحت. وخاصة مع الايباد برو صار شاشته كتير كبير، ممكن الواحد يعمل اكثر من شغل نفس الوقت. كمان شفنا بالايباد تحديث كتير مليح بالنسبة للكيبورد. اذا راح حط اصبعين مع بعض بيصير مثل عنا مثل الفارة، بس فيك تحرك بسهولة على النص مثل كأنك عندك فارة كمبيوتر عادي، وده الشيء كتير منيح.
بعده والأهم نشوف إنه التحديث الجديد هو بس 1.3 جيجا. طبعا هذا الشيء بيساعدنا مشان الواحد بس ينزل تحديث ما يضطر يحذف كتير شغلات مثل قبل. هذا الشيء كتير كويس. وهيك مثل ما شفنا مشاهدينا هذا هو الايOS 9 الجديد. طبعا الشيء الحلو بالأبل إنه بتلاقي دعم ل أجهزة القديمة مثل ما شفنا من الأربعة S لهلأ، كمان الآيباد من الآيباد الجيل الثاني والثالث والرابع كله في دعم. هذا الشيء بميزه عن أندرويد. طبعا بتلاقيش بالأندرويد أكتر شيء سنة ونص أو سنتين، يعني أقصى الحالات ممكن تضل في دعم، فهذا الشيء كتير حلو بالأبل. بتمنى إذا عجبك الفيديو تضغط على زر الإعجاب تحت وتكتب لي تعليق. كمان فيكم تشتركوا قناة اللي هي توفاكس 777، وإذا تحبوا تشوفوا الفيديو عن آيباد برو وعن الآيفون 6S الجداد بتلاقوهن كمان عم يطلعوا على الشاشة، أو فيكم تلاقوهن تحت كمان بالتعليق. ونشوفكم بالفيديو القادم. باي باي.